أهلا بكم من القاهرة عاصمة الخبر، وهذه 11 صباحا بتوقيت القاهرة. أهلا بكم في عاصمة الخبر، هذه ساعة إخبارية نغطي فيها أبرز وأهم الأحداث والتطورات الجارية، وسنتناول فيها بالتحليل التطورات الميدانية في أوكرانيا، وكذلك اجتماع الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي الناتو والمقرر عقده اليوم، وكذلك نتحدث عن زيارة نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس إلى الفلبين. ونبدأ هذه الملفات من أوكرانيا، والتي تشهد تطورات ميدانية في أكثر من منطقة، كما تشهد سجالا روسيا أوكرانيا يتعلق بمصير محطة زابوريجيا النووية. وإلى آخر التطورات، حيث قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن القوات الروسية تقصف مواقع أوكرانية على الخطوط الأمامية بالمدفعية، أضاف أن المنطقة الشرقية وحدها تعرضت لما يقرب من 400 ضربة. تجري أعنف المعارك كما كانت من قبل في منطقة دونيتسك، على الرغم من وجود عدد أقل من الهجمات بسبب تدهور أحوال الطقس، فإن معدل القصف الروسي للأسف لا يزال عاليا للغاية. في منطقة اليوهانسك نتحرك ببطء إلى الأمام في المعارك، كان هناك ما يقرب من 400 هجوم مدفعي في الشرق منذ بداية اليوم. ممتن لكل من يساند جبهتنا ويساعد قواتنا الدفاعية. في الجنوب نحافظ على الدفاع باستمرار وندمر بشكل محسوب أهداف المحتلين. كما أشار زيلينسكي إلى أن السلطات تعمل على استعادة الحياة الطبيعية في العديد من المدن، وأوضح أن العمل يجري على استعادة القدرات الفنية وإمدادات الطاقة في المدن الأوكرانية. نعمل على استعادة الشبكات وقدرات الإمداد الفنية وخطوط نقل الطاقة وإزالة الألغام والإصلاحات ليل نهار. كان من الممكن تخفيف الوضع في بعض المناطق حيث كان هناك الكثير من المشاكل الحقيقية، وهناك انقطاعات في 15 منطقة بينها كييف أيضا، ونبذل قصارى جهدنا لإعادة الحياة الطبيعية إلى أوديسا وخاركيف وجميع مدننا ومجتمعاتنا. وفي سياق السجال الروسي الأوكراني حول محطة زابوريجيا، أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أنه ينوي زيارة روسيا وأوكرانيا في مهمة طارئة لبحث سلامة محطة زابوريجيا. وأكد غروسي أن هدف الوكالة الدولية هو وقف الهجمات على المحطة، وأضاف أن خبراء الوكالة سيقومون بجولة تفقدية في المحطة لتقييم الأضرار الناجمة عن القصف الأخير. كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة اعتبرت أن الهجمات التي استهدفت محطة زابوريجيا النووية تهدد بكارثة نووية كبرى. ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن أكثر من 10 انفجارات هزت أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، حيث تبادلت موسكو وكييف الاتهامات بقصف المنشأة. ونقلا عن معلومات من إدارة المحطة، قال فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن هناك أضرارا لحقت ببعض المباني والأنظمة والمعدات في الموقع، لكن أي منها لا يشكل أي خطورة على السلامة والأمن النوويين حتى الآن. في المقابل اتهمت الهيئة المشغلة للطاقة الأوكرانية اتهمت روسيا بقصف المحطة. كذلك ذكرت شركة الطاقة النووية الأوكرانية إنرغروتوم أن الكهرباء انقطعت عن المحطة بعد قصف روسي.
وكانت وزارة الدفاع الروسية اتهمت القوات الأوكرانية باستهداف خطوط الطاقة التي تزود محطة زابوريجيا بالكهرباء. وقال المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف إن نظام كييف لا يتوقف عن استفزازاته. إن نظام كييف لا يوقف استفزازاته بهدف خلق خطر حدوث كارثة صناعية في محطة الطاقة النووية في زابوريجيا. المدفعية الأوكرانية أطلقت 11 قذيفة على المحطة في صباح اليوم الموافق 20 نوفمبر. قصفت المحطة مرتين من قبل الجيش الأوكراني، حيث تم إطلاق 12 قذيفة، وأطلقت قذيفتان أخريان على خط الكهرباء الذي يمد المحطة بالكهرباء من منطقة دنيبرو التي يسيطر عليها الجيش الأوكراني، ولا يزال الإشعاع في منطقة المحطة النووية ضمن القاعدة. وتقع زابوريجيا على نهر دنيبرو، وهو خط المواجهة الحالية في الحرب بين روسيا وأوكرانيا. وتتبادل البلدان الاتهامات حول استهداف المحطة بالقذائف والصواريخ، وتتجدد هذه الاتهامات بين الحين والآخر. وللمزيد حول هذا الملف ينضم إلينا من أوكرانيا دكتور نيكولا باستون الباحث السياسي. أهلا دكتور نيكولا. السلام عليكم. أهلا بك دكتور نيكولا. أين يقف الموقف الأوكراني حاليا، خاصة أن كييف متهمة بأنها تستهدف هذه المحطة؟ نعم، ليس هذا اتهاما أو اتهام من هذا النوع، ونسمع مثل هذه الأقوال منذ الربيع، منذ احتلال روسيا لتلك المنطقة وتلك المحطة. والآن فقط هناك سؤال، لماذا في هذا الحين بالتحديد جددوا هذه الاتهامات وجددوا هذا القصف لمحطة الطاقة النووية؟ نحن نعرف الآن أن أوكرانيا حاليا تتعرض لحملة مكثفة من القصف، من وذلك تحاول روسيا تدمير نظام الطاقة، قطاع الطاقة الأوكراني بشكل عام، من أجل إجبار الجانب الأوكراني على بعض المفاوضات. يعني دمرت نظام الطاقة إلى حد كبير، قد كانت هناك تقارير الحكومة الأوكرانية أن أوكرانيا فقدت حوالي 50% من منشآت توليد الطاقة. ونعم هذا الوضع خطير جدا. وبالنسبة لمحطة زاباروجيا بالتحديد، هناك تدور نعم دكتور نيكولا، كان هذا هو ربما ما سأسأل عنه. أنت تقول أن أوكرانيا فقدت 50% من منشآت توليد الطاقة، زاباروجيا وحدها كانت توفر تقريبا خمس حاجات أوكرانيا من الكهرباء. ما هو وضع المحطة وكيف يتعامل الأوكران في هذه الأزمة التي ربما ألقت بظلالها على حياتهم اليومية؟
الآن المجتمع سكان أوكرانيا يعيشون في ظروف صعبة جدا، يتم قطع الكهرباء يوميا عدة مرات في اليوم في مناطق مختلفة، هناك توقيت مختلف، ولكن حوالي ربع أو ثلث أو نصف ساعات كل يوم ينقطع الكهرباء، وتسبب دائما طبعا مشاكل كبيرة. بالنسبة لمحطة زاباريجيا، قبل بداية الحرب كانت أوكرانيا تولد يعني مزيد أو زائد من الكهرباء، وتم تصدير هذا الكهرباء إلى الخارج بعد الهجمات الأولى. طبعا انقطع التصدير وتحتاج أوكرانيا إلى جميع حجم الكهرباء، ولكن الآن يوجد هناك نقص وعجز كبير، حتى لا تستطيع أوكرانيا أن تلبية كل المطالبات. بالنسبة لمحطة زاباريجيا، هي وقفت عدة مرات، ثم حاول طاقم العاملين فيها، طاقم الأوكراني، حاول تشغيلها مرة أخرى واستئناف عملها، ولكن بعد كل قصف روسي جديد توقفت المحطة عن العمل. الآن في الوقت الأخير كان هناك أعمال لتشغيل عاملتين، الخامسة والسادسة، وهي لازمة أولا لتلبية احتياجات الطاقة المحطة بنفسها، لأن العاملات تحتاج إلى الكهرباء لمنع كارثة نووية هناك، وثانيا تم تزويد المناطق المحيطة بالكهرباء أيضا. هل ما سيحدث دكتور نيكولا هو كارثة نووية بالمعنى الحرفي، أم ربما هو تسرب إشعاعي؟ ما هو الوضع الأدق لتوصيف الموقف؟ يمكن أن يحدث تسرب، ويمكن أن يحدث أيضا انفجار. كانت هناك تصريحات من طرف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولديهم مخاوف كبيرة، وهم يطالبون بإقامة منطقة خالية عن الأسلحة حول المحطة وانسحاب كل القوات المسلحة، وإما روسيا أو الأوكرانية، لأن النتائج قد تكون غير متوقعة وكبيرة جدا. قد يحدث هناك، وذلك في وسط أوروبا. دكتور نيكولا، أنت أكدت أثناء حديثك، ربما أنت أكثر من مرة ذكرت أنه نتيجة للقصف الروسي، من أين أتى هذا التأكد من الموقف من أنه قصف روسي، خاصة وأن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي ربما يصدر اليوم بعد الزيارة لم يصدر بعد؟ ما الذي ننتظره من هذه الزيارة؟ كيف تحديدا أقصد هنا؟ طبعا الاستخبارات الأوكرانية تعرف ما هي الحقيقة، هذا أولا. وثانيا في الصيف عندما زارت البعثة الوكالة الدولية محطة زاباريجيا، هم رأوا بعيونهم أن قذيفة وصلت من الجانب الروسي وليس من الجانب الأوكراني، هذا أولا. وثانيا من وجهة نظرنا، ليس من المعقول للجانب الأوكراني قصف هذه المحطة. أولا المحطة هي ملك أوكرانيا، ثانيا هناك طاقم العاملين الأوكرانيين، ثالثا كثير من الأوكرانيين يعيشون في المناطق المحيطة، كذلك موقف أوكرانيا من أزمة التي حدثت في بولندا وسقوط الصاروخين على بولندا، لم يكن من المعقول أن يكون المصدر هو أوكرانيا، لكن بحسب الرئيس الأمريكي وحلف الناتو وكل ورئيس بولندا أيضا، كان المصدر هو أوكرانيا. دكتور نيكولا، بالنسبة للصاروخ الذي سقط في بولندا، لم تكن هناك تقارير نهائية، و يعني فريق المحققين ما زال يعمل هناك في بولندا، وسنرى ما هي ستكون التقارير. نعم، الآن أنا أشير إلى تصريحات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الصيف،
الصيف عندما زارت بعثة الأمريكية على محطة زاباريجيا، هم رأوا بعيونهم من أين جاءت تلك القضايا. دكتور نيكولا، أريد أن أسألك عن الوضع الميداني. ربما نحن الآن بصدد شتاء قارس البرودة، لصالح من يعمل هذا الشتاء؟ لصالح أي من الجيشين يعمل؟ هذا السؤال صعب. كل الناس يعانون من البرودة. إذا تحدثنا عن المدنيين، طبعا المدنيين في أوكرانيا يعانون أكثر بكثير، لأن في روسيا لا يوجد طاقة كهرباء للتدمير التخطية. في أوكرانيا هناك مخاوف كبيرة بشأن المدنيين. أما الجيش فربما، وهناك تقارير مختلفة، أن الجيش الأوكراني في وضع أحسن، لأن كثيرا من الدول الغربية زودت القوات الأوكرانية باللوازم الشتاء والمعدات الخاصة بفصل الشتاء، خاصة لا سيما كندا أرسلت بدلات عسكرية شتوية خاصة، وكندا هي بلد شمالي ويعرفون جيدا صنع ملابس تصفية شتوية. وهذا أولا. وثانيا، الجيش الأوكراني متواجد في أرضه، واللوجستيات هي أسهل بكثير بالنسبة للجيش الأوكراني، والذخيرة والطعام وكل شيء لازم. ولكن الشتاء على أي حال سيكون صعبا لكلي الطرفين. إذا دكتور نيكولا، أريد أن أسألك أيضا عن جزئية التفاوض. ربما هذه الكلمة تتكرر أكثر من أي وقت خلال مراحل هذه الحرب جميعا. هل ربما صعوبة الظروف التي تتحدث عنها تدفع الطرفين في مرحلة ما للجوء إلى الجلوس معا والتفاوض، أم أن هذا السيناريو لا زال مستبعدا؟ لا أظن أن هذا السيناريو قريب. الجيش الأوكراني الآن يواصل القتال ويريد إنهاء هذا الحرب بطرد القوات المعادية أراضينا. المدنيون يعانون كثيرا، ولكنهم أيضا يضطرون إلى الحرب وتحرير الأراضي الأوكرانية. هناك في الأسابيع الأخيرة تم تحرير مناطق واسعة جدا في جنوب أوكرانيا، وكذلك قليلا في شرق أوكرانيا، وهذا حسن معنويات العسكريين ومعنويات المدنيين. ونحن نفهم جيدا أن لماذا روسيا تطالب ببدء المفاوضات الآن. روسيا تكبدت خسائر كثيرة بشرية واقتصادية وأخرى، وتحتاج لوقت لقسط من الراحة لإعادة تجميع صفوفها والاستعداد لهجمات قادمة. نعم. الآن لديهم مشكلة كبيرة بالذخيرة، يشترون الذخيرة في كوريا الشمالية في إيران، ومن أجل ذلك نحن ندرك ونفهم ذلك جيدا جدا. نعم، دكتور نيكولا باستون الباحث السياسي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من كييف. إنكم تلعبون بالنار، كلمات وجهتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إلى الأطراف في العمليات العسكرية الدائرة في أوكرانيا، بعد أن تكرر القصف لمحطة زابوريجيا النووية، والتي تعتبرها الوكالة منشأة أوكرانية تسيطر عليها روسيا. الوكالة قالت إن أكثر من 10 انفجارات هزت أكبر محطة نووية في أوروبا، بينما تبادلت موسكو وكييف الاتهامات باستهداف المنشأة.
واعتبرت الوكالة الذرية على لسان مديرها رافائيل جروسي أن الأخبار الواردة بشأن قصف موقع المحطة أخبار مزعجة على حد تعبيره. الوكالة الدولية قالت إن القصف غير مقبول على الإطلاق أياً كان من يقف وراء ذلك، ويجب أن يتوقف على الفور. ونقل فريق الوكالة عن إدارة المحطة أن أضراراً لحقت ببعض المباني والأنظمة والمعدات في الموقع، لكن أياً منها لا يشكل أي خطورة على السلامة والأمن النوويين حتى الآن. هذا القصف ليس الأول من نوعه الذي يتعرض له محيط المحطة، فقد استهدفته القذائف والصواريخ في الشهور الماضية منذ بداية العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، مما ينذر بكارثة عالمية ليس من الصعب تخيلها. فعلى بعد 500 كيلومتر منها بلدة تشيرنوبيل، التي لا تزال آثار انفجار المفاعل الذري لمحطتها وكارثتها النووية عام 1986 مستمرة وشاهدة على ما يمكن أن تصير إليه الأمور. ونبقى مع ملف السجال الروسي الأوكراني حول محطة زابوريجيا، وللمزيد ينضم إلينا من سان بطرسبورغ رئيس المركز الثقافي الروسي العربي دكتور مسلم شعيتو. دكتور مسلم، أهلا بك على القاهرة الإخبارية. المحطة الآن ربما تقع ضمن السيطرة الروسية، ما هي حدود ومسؤولية روسيا عن حمايتها؟ صباح الخير إليك ولمستمعينك. ليست يمكن، هي حكما كانت أول مركز تم تحريره من قبل القوات الروسية وطرد المنظمات المتشددة التي كانت يمكن أن تستعمله أداة ضد الشعب في تلك المنطقة وضد روسيا وضد أوكرانيا. بعدما طردت هذه المنظمات إلى الطرف الآخر من النهر، استمروا بقصف المحطة متوخين افتعال أزمة إنسانية بشرية بيئية ضخمة يتهمون بها روسيا، كما يفعلون دائما وفعلوا في منطقة بوتشي، قتلوا الأبرياء واتهموا روسيا، وكما فعلوا منذ أسبوع أطلقوا الصواريخ على بولندا واتهموا روسيا، وما زالوا يصرون على ذلك رغم كل التقارير التي قدمتها بولندا والولايات المتحدة والكثير من المنظمات بأن هذه صواريخ أوكرانية بامتياز سقطت هناك من أجل افتعال اشتباك ما بين الناتو مباشر وروسيا. إذن لا غرابة في أن يستمروا بقصف هذه المحطة من أجل زيادة الاتهام وزيادة الخسائر. نعم دكتور مسلم، إذا ما حدث تسرب إشعاعي من هذه المحطة، ما هي حدود المسؤولية الروسية في هذا الأمر، وماذا تفعل روسيا آنذاك؟ روسيا لا تتحمل أي مسؤولية إذا أوكرانيا قصفت هذه المحطة، روسيا تتحمل الخسائر عند ذلك، لأن كل الذين يحيطون من السكان في تلك المنطقة هم روس، إن كانوا في زاباروجيا المحتلة حتى الآن أو في المناطق المحررة. هذا شعب روسي، الضرر سيلحق بهم أولا، وحكما سيلحق الضرر بكل الدول التي ستطالها الإشعاعات نتيجة للقصف الأول، سينتج عنه انفجار، ومن ثم نتيجة لتوجه الهواء بأي اتجاه معين سينقل هذه الأشعاعات إلى الدول الأخرى، إن كان في الشمال باتجاه بيلاروسيا والسويد والنرويج، وإن كان باتجاه الجنوب سيصل إلى تركيا واليونان أو إلى الشرق باتجاه روسيا. لكن المتضرر الأول هو روسيا التي يقع هذا الانفجار على أراضيها وضمن شعبها ومناطقها. نعم، إذن دكتور مسلم برأيك ماذا تحمل زيارة رافائيل جروسي اليوم للمحطة، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية؟ وربما هذه ليست الزيارة الأولى، كيف يتم حسم الأمر عن مسؤولية من يقصف المحطة؟ مسألة من يقصف المحطة محسوم تماما، تقصفها بعض المجموعات الأوكرانية، يعملون بذلك حاليا بهذا الوتيرة من القصف لوصول إلى اقتراح برأيهم المنظمة الطاقة الدولية ستقدمه، وهو انسحاب كل القوات المسلحة من المحطة، أي انسحاب روسيا من تلك المحطة،
وبالتالي يلجؤون إلى عملية احتلال ومن ثم عودة للسيطرة عليها. هذا ما يفعلونه، وأعتقد هذا ما تقوم به منظمة الطاقة الدولية، لأنها تعمل في السياسة وهي ترى وكأنه عملية تقنية محض أن لا يتواجد أحد من القوات المسلحة حول هذه المحطة. كيف يمكن في ظروف هذه الاشتباكات أن تكون محمية بدون قوات مسلحة أو قوات أمن حول هذه المحطة؟ هي بأي معمل في العالم، بأي مؤسسة تجارية في العالم هناك قوات أمن تحميها ومنظمات تحميها، كيف بمحطة نووية خطيرة جدا؟ نحن نعتقد كل إذن أنت لا تثق دكتور مسلم فيما تقوله الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو ما تخرج به من تقارير؟ يعني أعتقد لا أثق لأنها كانت في المرة السابقة ولم تصدر تقريرا من قصف. هذا ما معنى ذلك؟ معنى أن هي أوكرانيا التي قصفت ولم تصدر تقرير. لو كانت روسيا قصفت هذه كان التقرير في أول يوم قد صدر. ألا يمكن لروسيا دكتور مسلم، عفوا على المقاطعة، ألا يمكن لروسيا أن تقدم ما يثبت صحة موقفها؟ قدمت روسيا وتقدم دائما، لكن للأسف الإعلام والمنظمات الدولية بتخضع مباشرة للولايات المتحدة الأمريكية. مثل على ذلك كيف هم ينظرون، يقولون عندما تنسحب روسيا من هذه المحطة يتوقف القصف، إذا معناتها ليست روسيا التي تقصف. كيف يبررون هذا الكلام من منظمة دولية ومن الدول الخارجية التي تدعم أوكرانيا؟ انسحاب روسيا يوقف القصف، ماذا تفسر ذلك؟ يفسر أن أوكرانيا تقصف، لكنهم لا يقولون ذلك مباشرة في تقاريرهم، يؤكدون على أن هذه المنطقة أن تكون حيادية. كيف تكون حيادية على جبهة مشتعلة بحرب كبيرة ويحاولون الهجوم يوميا إلى تلك المنطقة؟ ألا يمكن أن تكون حيادية مع وجود دائم للوكالة الدولية للطاقة الذرية داخل المحطة درءا لكل الشبهات بين الطرفين؟ العناصر من الوكالة الدولية موجودون في المحطة، عناصر مدنية، وهو هذا الضروري منهم. وهذه المحطة تشغل ليس كما قال ضيفكم من الأوكرانيين، تشغل من الروس الذين يعملون في هذه المحطة، لأن كل الذين يسكنون في تلك المنطقة هم شعب روسي وهم يديرون المحطة، وروسيا تؤكد أنهم يعملون بشكل سليم ويؤمنون مسار التطور العملي وعدم وصول إلى أي خطأ تقني يؤدي إلى الانفجار. ويوجد عناصر من المنظمة الدولية لمراقبة عمل هذه المحطة. نعم دكتور مسلم، أريد أن أسألك عن الأوضاع الميدانية، كيف ترى الأوضاع الميدانية حاليا مع الحديث عن تقدم روسي في دونباس ودونيسك؟ هل تعتقد أن روسيا تحضر لمفاجأة ما مرتقبة؟ يعني هذا ما تتوقعه كل التقارير بعد انسحاب روسيا من الكثير من المناطق وخاصة من خرسون في الفترة الأخيرة، أعطاها فرصة لنقل هذه الكمية من المعدات والجنود إلى مناطق الأكثر توترا وخاصة في منطقة دونيسك التي تتقدم بها القوات الروسية ببطء لكن بشكل تصاعدي واضح. وأعتقد إذا ما استمر الأمر على ما هو عليه سيكون تحرير هذه المنطقة دونيسك تحديدا خلال أكثر يعني خلال شهرين أو شهر ونصف من تاريخه، بالإضافة إلى أن كل الجهود تنصب من أجل تحرير مدينة زاباروجيا لاحقا، وهي المدينة التي من خلالها يمكن الإطلال على مناطق أخرى من الأراضي الروسية وإعادة تحريره. لكن ربما أيضا دكتور مسلم التقارير تشير إلى أن الشتاء القارس القادم ربما لا يعمل لصالح الجيش الروسي، وهو ما يدفع روسيا الآن للقذف المدفعي والصاروخي. ومن المعروف بالطبع أن الحروب تحسم بالدبابات على الأرض، برد حضرتك على هذا الكلام؟ يعني الشتاء سيكون قارسا على الطرفين من المصارعين هناك، والطرفان جهزوا أنفسهما لحرب في الشتاء. عادة تستعمل هذه الظروف لتجميع القوى ولتجهيزها للانقباض في بعض المناطق وخاصة بعد انتهاء الشتاء. نعم. لكن حاليا الظروف التي تعيشها الجبهة تؤكد أن الشتاء لن يكون هادئا، سيكون حاميا على أكثر من جبهة وخاصة في دونيسك. نعم دكتور مسلم شعيتو، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من سان بطرسبرغ
رئيس المركز الثقافي الروسي العربي، شكرا جزيلا لك. والآن نستكمل باقي ملفاتنا وإلى ملفنا الآخر في هذه الساعة الإخبارية، حيث شارك الأمين العام لحلف الشمال الأطلنطي الناتو يانس ستولتنبرغ يشارك اليوم في اجتماعات الدورة السنوية 68 للجمعية البرلمانية للحلف، والتي ستعقد في العاصمة الإسبانية مدريد. وتناقش الدورة مستجدات الصحة الدولية، لا سيما تطورات العملية العسكرية في أوكرانيا، كذلك إجراءات الدفاع والردع التي يتخذها الحلف. ومن المتوقع أن يوجه الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي كلمة خلال فعاليات الاجتماع عبر الفيديو كونفرنس. يشار إلى أن الجمعية البرلمانية للناتو تأسست عام 1955 كمنظمة برلمانية دولية استشارية للحلف. وللمزيد حول هذا الملف ينضم إلينا من بروكسل محمد رجائي بركات، خبير العلاقات الدولية. أهلا بك على القاهرة الإخبارية. ما الذي تمثله الجمعية البرلمانية للحلف من ثقل على قرارات الناتو واستراتيجيته؟ على عكس ما يمكن أن نتصور، هذه الجمعية ليست تابعة لحلف شمال الأطلسي، وإنما تأسست من أجل مراقبة الأعمال العسكرية لحلف شمال الأطلسي، وهي مكونة من برلمانيين 30 دولة حاليا من دول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، وأيضا هناك 14 دولة شريكة في حلف شمال الأطلسي ترسل برلمانيها أو عدد من أعضاء البرلمان، طبعا لكل دولة في عدد معين حسب عدد سكانها. وتجتمع هذه الجمعية سنويا مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي لبحث النواحي الأمنية والعسكرية. طبعا قراراتها ليست إلزامية، لا توجد هناك روابط، هي ممولة من برلمانات الدول الأعضاء وليس من حلف شمال الأطلسي، وأعتقد أنه ليس لديها هذا التأثير الكبير، يعني في حال أن تتخذ قرارات وتوصيات لحلف شمال الأطلسي ربما أحيانا، يعني كالبرلمانات الوطنية العادية، يعني لا يتم أخذ دائما بعين الاعتبار التوصيات التي تبديها هذه الجمعية البرلمانية. كان لها أهمية عندما نوعا ما هناك لجان ضمن إطار هذه الجمعية، من بينها لجنة العلاقات مع روسيا وأخرى للعلاقات مع أوكرانيا، ولكن منذ أن تم فرض عقوبات على روسيا عام 2014 إثر دخول الجيش الروسي إلى شبه جزيرة القرم، نعم، تم تجميد عمل لجنة العلاقات مع روسيا. الآن السؤال المطروح هو ما سيكون مدى التأثير هذا الاجتماع؟ طبعا نعم سيد محمد، نعم، بناء على كل المعطيات التي قدمتها من أن ربما هذه الجمعية ليست بهذه الأهمية، ربما لا يعول عليها بحسب كلامك، ما هي طبيعة أو نوع الدعم الذي يمكن أن تقدمه لأوكرانيا في هذه المرحلة، وإلى أي مدى تكون هذه القرارات نافذة؟ هي لن تتمكن، طبعا هذه الجمعية من المفروض أن تعكس وجهة نظر البرلمانات الدول الأعضاء، أي شعوب الدول الأعضاء، لكن هل ستستمر برلمانات الدول الأعضاء في تقديم الدعم وطلب تقديم الدعم من الحكومات لأوكرانيا للاستمرار في الحرب؟ وهذا مما يعني يشجع أوكرانيا على الاستمرار في الحرب ورفض التفاوض مع الجانب الروسي على الرغم من الوساطات المتوفرة حاليا. طبعا التأثير الآن داخل الرأي العام في الدول الأعضاء في الحلف، الكثير من الدول شعوبها بدأت تتذمر من استمرار الحرب، أصبحت هناك من الناحية المادية مشاكل لدى الحكومات من أجل توفير الأموال، أصبح هناك تذمر بسبب ارتفاع غلاء الأسعار، كما أقول دائما أسعار الطاقة، أسعار المواد الغذائية التي ارتفعت بشكل ملحوظ أكثر بكثير مما يعلن عنه رسميا. فبالتالي فيما لو خلال هذه الدورة قامت الوفود البرلمانات بالضغط على حلف شمال الأطلسي وعرضت فعلا
حقيقة الأوضاع هناك، ربما هذا سيؤثر على حلف شمال الأطلسي نوعا ما، ولكن هو ليس إلزاميا، قراراتها لن تكون إلزامية، فلا يمكن لها أن تقرر. هي قد توصي بوقف على سبيل المثال المساعدات العسكرية أو زيادة الدعم العسكري لأوكرانيا، ولكن هذا لن يؤخذ بعين الاعتبار كما هو، يعني الحكومات هي التي تقرر، مجلس حلف شمال الأطلسي هو الذي يقرر، ودول الأعضاء الحكومات هي التي تتخذ قرارات بهذا الشأن. نعم، إذن سيد محمد أنت أتيت على ذكر نقطة ربما في غاية الأهمية، وربما هي الفيصل والعنصر الحاسم في هذه الجزئية، وهي مسألة شعور أعضاء البرلمانات المشاركة في الناتو بالتململ ربما من الدعم الغير محدود لأوكرانيا. أيضا أنت ربطت بين مسألة استمرار الدعم وبين مسألة رغبة أوكرانيا أو رفض أوكرانيا للتفاوض، هل هذا الربط حقيقي وهو ما يحدث على أرض الواقع فعليا؟ هو هذا الربط، يعني عندما تتذمر الشعوب، ويصبح الآن على سبيل المثال في بلجيكا هناك كلام عن تخفيض رواتب التقاعد، تقنين الأموال التي تدفع كمساعدات اجتماعية للعائلات، هناك مشاكل مالية، دول الاتحاد الأوروبي ودول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي لن تستطيع أن تستمر في تحمل أعباء الحرب. الأعباء هي ليست فقط ناجمة عن الأموال والأسلحة التي تقدم لأوكرانيا، وإنما هي ناجمة عن المقاطعة والحصار الذي فرضته دول حلف شمال الأطلسي ودول الاتحاد الأوروبي على روسيا، وقف الاستيراد الطاقة، وقف استيراد الكثير من المواد الغذائية، الحبوب، الأسمدة الكيماوية إلى آخره، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار. أي أن من مصلحة الشعوب وبالتالي من مصلحة، وهذا من المفروض ما يجب أن تدافع عنه برلمانات الدول الأعضاء بالتأكيد، هو وقف الحرب وإعادة محاولة إعادة العلاقات، لا أريد أن تكون، لا أقول طبيعية، مع روسيا، وإنما على الأقل الذهاب إلى التفاوض. هل تعتقد أن اجتماع اليوم ربما من الوارد بشكل أو بآخر أن يخرج بتوصية فيما يتعلق بالذهاب للمفاوضات، لأنه كما نرى الجانب الأمريكي والجانب الروسي أيضا يرحبان بالذهاب للمفاوضات، لكن ربما أوكرانيا تبدو أكثر تعنتا ربما، أو ربما أقل قابلية للذهاب للتفاوض، هل هذا من الوارد أن يحدث؟ اليوم طبعا سيتحدث الرئيس الأوكراني زيلينسكي، وطبعا كعادته وهو كما تعلمون جيدا ممثل سابق، سيحاول أن يستقطب ويستعطف المجتمعين ويطلب منهم، لكن من ناحية أخرى بالإضافة إلى المشاكل المالية والاقتصادية هناك أيضا قضية المفاعل النووي، تحدثتم عنها قبل قليل. نعم، خلال الفترات القادمة السابقة، يعني هل دول الشعوب ستبقى تتحمل نتائج هذه الأضرار وهذه الحرب؟ يعني أعتقد فيما لو لم يكن هناك ضغوطات على أعضاء البرلمانات، ما الذي يمكن أن يضيفه هذا الاجتماع في هذه الجزئية التي حضرتك أشرت إليها حالا، وهي مسألة محطة زابوريجيا وإمكانية حدوث تسرب إشعاعي من هذه المحطة، هل يمكن أن يتخذ إجراء معين بشأن ذلك في هذا الاجتماع؟ لا أعتقد أنه يتخذ إجراء، ولكن سيتم تقديم توصيات أنه ضرورة تجنب بعض الأمور فيما يتعلق من ناحية استمرار النزاع والخطر النووي الذي يهدد ليس فقط روسيا وأوكرانيا، في حال حدوث مشكل في المفاعل النووي كافة الدول المجاورة ودول أوروبا ستتضرر، تركيا أيضا ستتضرر من الإشعاعات النووية. ولكن أعتقد يعني مع الأسف هذه الاجتماعات و هذه الجمعيات وإلى آخره عندما تصدر توصيات في معظم الأحيان لا تكون جدية ولا يتم أخذها بعين الاعتبار حتى ولو كان. هذا ربما يدفعني للتساؤل دكتور أستاذ محمد عن مستقبل حلف الناتو
بعد الأزمة الروسية، لأنه ربما أزمة روسيا أقامته من موت سريري كما كان قال الرئيس الفرنسي سابقا؟ هو لم يعني حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة الأمريكية تحاول إيهامنا بأنه هناك توافق داخل دول الآباء في الحلف، ولكن هناك هيمنة للقرارات. يعني وجدنا أن الكثير من الدول، فرنسا، ألمانيا، بولندا، المجر، حاولت في البداية معارضة التوصل وزيادة التوتر بحيث يصل إلى اندلاع الحرب، ولكن كل هذه المحاولات فشلت. وما نجح هو الخطة التي كان قد وضعها حلف شمال الأطلسي، خطة عمله خلال 10 سنوات القادمة، وهي مواجهة الخطر الروسي والتمدد والخطر الصيني أيضا. فبالتالي يعني الدول الأخرى لا أعتقد أن لديها، ما دامت ألمانيا وفرنسا ليس لديها تأثير على سياسة الحلف بشكل واضح، الحلف سيستمر لأنه هو حلف عسكري ولكن أيضا سياسي. الولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى وجود أكثر من 100,000 جندي أمريكي على داخل أراضي حلف شمال الأطلسي، لديها قواعد عسكرية هنا وهناك، ولكن أيضا الحلف كما أصبح منذ أن تولت كوندوليزا رايس وزارة الخارجية الأمريكية أصبح يشكل الجانب السياسي منه، له أهمية كبيرة. يعني عندما يجتمع وزراء الدفاع حلف شمال الأطلسي يجتمع معهم أيضا وزراء الخارجية. نعم سيد محمد، ربما ذكرك لمسألة بولندا، ربما أزمة بولندا كانت كاشفة بشكل كبير جدا لأزمات داخل هذا الحلف. ربما جاء موقف الولايات المتحدة على عكس موقف حلف الناتو، كان ربما الحلف أكثر توترا في التعامل مع هذه الأزمة. كيف يتم تجاوز هذه الخلافات أو الاختلافات في وجهات النظر؟ الاختلافات موجودة، لكن طبعا الدول الأخرى تعتمد في دفاعها على حلف شمال الأطلسي الذي يعتمد بنسبة 70% من ميزانيته على الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك كما ذكرت 100,000 جندي أمريكي متواجدين داخل الأراضي الأوروبية. الدولة الوحيدة التي كان بإمكانها وعقلت نوعا ما عمل حلف شمال الأطلسي من بعض في بعض النواحي هي المجر، وأيضا تركيا ثاني قوة عسكرية في حلف شمال الأطلسي، وكثيرا ما تعارض ولا تشارك عسكريا في أعمال الحلف، وجدنا ذلك خلال الحرب على العراق وفي مناطق أخرى. فبالتالي يعني ظاهريا نظن بأنه دول حلف شمال الأطلسي متماسكة في قراراتها، ولكن ليس برضاها كما نقول بالعامية. نعم السيد محمد رجائي بركات، خبير العلاقات الدولية، كنت معنا من بروكسل، شكرا جزيلا لك. والآن ننتقل إلى مانيلا عاصمة الفلبين، حيث أكدت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس أكدت على متانة العلاقات مع الفلبين، قائلة إن العلاقات مع مانيلا لها أساس متعدد الأوجه. وأعربت هاريس عن وقوف واشنطن مع الفلبين في الدفاع عن القواعد والأعراف الدولية. جاءت تصريحات هاريس بعد لقائها الرئيس الفلبيني فرناند ماركوس في مانيلا، والذي شدد بدوره على أن العلاقة مع واشنطن تظل قوية ومهمة، وتسعى واشنطن إلى تعزيز تحالفها الأمني مع مانيلا في ظل الرئاسة الجديدة للفلبين وسط تصاعد التوترات الإقليمية. ويشتمل هذا التحالف على معاهدة دفاع مشترك واتفاق تعاون دفاعي معزز يعود إلى العام 2014 ويعرف اختصارا ADCA، ويتيح للجيش الأمريكي تخزين معدات وإمدادات دفاعية في قواعد فلبينية متعددة.
وكانت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس. قالت خلال قمة أبيك في بانكوك إن شبكة التحالفات الأمنية التاريخية التي تقيمها الولايات المتحدة سمحت بأن تزدهر آسيا. وللمزيد ينضم إلينا عبر سكايب منشن غهاي جاد رعد خبير الشؤون الأسيوية. أهلا بك على شاشة القاهرة الإخبارية. كيف تقرأ هذه الزيارة في هذا التوقيت وتصريحات كامالا هاريس بالضرورة؟ يعني أول ما يخطر على بالي عندما أسمع هذا التصريح هو كيف قامت قيام بعض الدول الغربية الولايات المتحدة، خاصة عندما أقامت الصين علاقات مشابهة وأقل من ذلك مع جزر سليمان، مع العلم أن المسافة بين الصين وجزر سليمان أقل بحوالي 40 أو أكثر من 45 مرة من المسافة بين الولايات المتحدة الأمريكية والفلبين، هذا من جهة. ومن جهة أخرى بالتأكيد هناك حساسية معينة للفلبين، لأن الجزر الصناعية الجزر الصناعية الصينية هي يعني مؤذية بالنسبة لخط الحدود مع الفلبين. ولكن الصين رغم وجود هذه الجزر ورغم وجود جنود هناك، لكن الصين دائما سمحت للقوارب الفلبينية بالعبور، لكن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لوضع أصابعها في هذا المجال. نعم. لتطوير إشكالية أو حساسية معينة. نعم، هذا هو ربما الطرح الذي أريد أن أسألك عنه سيد جاد. يعني كيف ترى أو لماذا تدفع الولايات المتحدة بثقلها الاستراتيجي في هذه المنطقة مؤخرا؟ رأينا هذا خلال زيارة جو بايدن ثم كامالا هاريس الآن. يعني لا شك فيه أن شرق آسيا هو المنطقة الأكثر أهمية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. لماذا؟ يعني أقله ما قاله الرئيس الصيني منذ أيام أن هذا القرن سيكون قرن شرق آسيا والمحيط الهادئ، وبالتالي هذا الاهتمام، لأن السياسة بالأساس مرتبطة بالمال، والمال مرتبط بالإنتاج. الإنتاج الأضخم حاليا هو الصادر عن دول شرق آسيا، الصين والدول المحيطة بها، وبالتالي مجموعة الدول مثل آسيان والصين وكوريا، هذه هي الدول الأكثر قوة حاليا في الإنتاج. ورغم حصول المشاكل الاقتصادية حول العالم، ولكن كل هذه الدول بطريقة أو بأخرى كانت مرتبطة بالصين، والصين تمكنت من تجاوز هذه المشكلة، وبالتالي تستطيع مساعدة الحلفاء اقتصاديا. بمواجهة ذلك تسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن تقول أن هناك أحلاف اقتصادية صينية، ولكن بحاجة للأمن أو العسكرة الأمريكية. هذا مع دولة مثل الفلبين يأخذ القليل من الوقت لينجلي، ولكن هذا إذا ما قرناه بأشياء حصلت مشابهة مع دول أخرى، هذا ينفع كتكتيك ولكن لا ينفع كاستراتيجية. نعم سيد جاد، ربما هذا يدفع أيضا للتساؤل حول أمن منطقة بحر الصين الجنوبي، إلى أي مدى هو هام على جدول أعمال هذا اللقاء؟ بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية لا يوجد مجال آخر أو لا يوجد بلان بي. هي مضطرة للتوافق مع أي دولة كانت صغيرة أو كبيرة ليكون لها موضع قدم أو موضع إصبع، وبالتالي أو حتى موضع ظل. ولكن من ناحية أخرى، يعني نحن نعرف إذا ما أردنا إحصاء القطع العسكرية الكبيرة الموجودة هنا، نحن نعرف أن هذه القطع الأمريكية الموجودة في المحيط بالقرب كلها من التي نعرفها وسبق وشاركت في حربي الخليج الأولى والثانية، في حين أن ما يواجهها من قطع عسكرية صينية مثلا بحرية هي قطع جديدة عمرها سنة أو سنتين، أقدمها عمره 3 سنوات، وكلها بتكنولوجيا عالية جدا. وبالتالي هذا أمر مقلق جدا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. ومنذ حرب الخليج الثانية حتى اليوم نحن نعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تبني لا مدمرات ولا حاملات طائرات جديدة، وبالتالي هذا كان يعتمد على الصورة النمطية المروجة. وعندما سقطت هذه الصورة النمطية خلال أكثر من تجربة، بدأت الولايات المتحدة الأمريكية استلحاق ذلك باتفاقات هنا وهناك.
نعم سيد جاد رعد خبير الشؤون الأسيوية، كنت معنا من شنغهاي، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات والإيضاحات. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الساعة الإخبارية من القاهرة عاصمة الخبر. إلى اللقاء.